أهلا بكم. حقق الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين تقدما عسكريا في جبهة نهم شرق صنعاء، ونجح في انتزاع عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع. وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة، فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة باتت تسيطر ناريا على الطريق الرابطة بين مديريتي نهم وبني حشيش. يأتي هذا التقدم العسكري في حين تستمر التحركات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي بغية العودة إلى طاولة المفاوضات وفقا لنسخة معدلة من مبادرته السابقة. في هذه الحلقة نناقش تطورات الملف العسكري وأهمية التقدم الذي أحرزته قوات الجيش والمقاومة وعلاقة ذلك بالملف السياسي. في حين يؤكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر أن استعادة العاصمة صنعاء وباقي محافظات اليمن هو الطريق الوحيدة والمضمونة لإنهاء الانقلاب، كانت قوات الجيش تحرز تقدما مهما على البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. سيطرت قوات الجيش والمقاومة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع، وأصبحت أقرب إلى مديرية أرحب الأقرب إلى العاصمة صنعاء. بموازاة ذلك، لا تزال تحركات الحل السياسي التي يجريها المبعوث الأممي تسعى للحصول على موافقة الطرفين للذهاب باتجاه جولة جديدة يفترض أن تأتي بالحل المنتظر منذ عامين، وهو ما يشير إلى بقاء الأزمة اليمنية على ذات المفترق الذي علقت فيه منذ عامين بين الحل السياسي والحسم العسكري. نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد أن نتابع وإياكم مشاهدين الكرام هذا التقرير. إنها معجزة التقدم في بيئة قتال وعرة كهذه، لكنها الإرادة التي غرست في نفوس مقاتلي اللواء 310 مدرع بطل هذه المعارك وأسدها إلى جانب بقية مقاتلي الجيش الوطني. إنجاز مباغت وكبير في الآن نفسه، تحرير جبل دوا وتبة العيان والحمراء دفعة واحدة. لم يبقى لدى الانقلابيين من مفاجأة أو تحصينات تفوق في أهميتها التحصينات التي سقطت إثر هذه المعركة. يقول الجيش إنه أحكم سيطرته النارية على الخط الواصل بين أرحب وبني حشيش، فيما بات سكان صنعاء يسمعون بشكل واضح أصوات المدافع والاشتباكات الدائرة في هذه المنطقة. أشرس المواجهات تركزت في وادي ضبوعة المتاخم لمديرية أرحب والذي يقع يمين جبهة نهم، وامتدت المعارك على طول خط المواجهات وصولا إلى يسار الجبهة عند سد العقران وجبل الجرجور والتباب المطلة على قرية العقران. وتحت مظلة من القصف الذي يقوم به طيران التحالف، يستمر تقدم الجيش الوطني باتجاه أرحب، كما يستمر التقدم كذلك باتجاه منطقة بني فرج، فيما وصلت المعارك إلى الضبيب في جبهة القتب وفوق الحرشفة من جهة جبل يام، فيما يفر مقاتلو الميليشيا نحو مركز المديرية. هنا وعلى بعد 3 كيلومترات فقط من أرحب، يقف الجيش الوطني منتظراً الخطوة التالية، وبيده بنادق القناصة الذين رابطوا في هذه المواقع بهدف وقف تقدم الجيش، وهو الهدف الذي سقط بفعل إرادة هؤلاء المقاتلين. معارك الساعات الماضية كانت عنيفة، واشتبك خلالها مقاتلو الجيش الوطني مع المتمردين عند المسافة صفر، وأسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير آلياتهم، فيما نجح الجيش في تطويق الميليشيا من ميسرة نهم وميمنتها معا، وأصبحت عناصر الميليشيا المتواجدة في قلب الجبهة شبه محاصرة. هذا ما تبقى في المواقع التي فقدها الإنقلابيون، أسلحة وجثث القتلى وخيبة أمل كبيرة تسيطر على معظم الذين جربوا خوض المواجهة إرضاء لسيدهم مع من يقاتلون لأجل اليمن. عادت نهم إلى الواجهة بإنجازات تدفع بالحسم العسكري إلى نهاياته التي تتحقق عندها أهداف الحكومة والتحالف والشعب اليمني التواق إلى استعادة دولته ووطنه. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن انضم إلينا الآن من نهم، الناطق الرسمي لمقاومة أزال السيد عبد الله الشندقي. أهلا بك أستاذ عبد الله. مرحبا مرحبا أخي عزيز. أستاذ عبد الله، لو في البداية نود لو تعطينا فكرة عن آخر تطورات المواجهات، ما الذي حدث خلال اليومين الماضيين في جبهة نهم؟
ما حدث خلال اليومين الماضيين في جبهة لحم صنعاء، الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، طيران التحالف العربي الذي يسند القوات من الجو، استطاعت التقدم والسيطرة وتحرير مواقع هامة واستراتيجية، كان أولها ثبت الجبل العياني وجبل دوة وجبل الضبيب وإباغ الحمراء، واستطاع الجيش أن يتقدم أيضا في أكثر من 10 مواقع أخرى خلال اليومين الماضيين. اليوم تتواصل معارك التحرير في جبهة لحم صنعاء، قوات الجيش الوطني تسيطر على ميمنة المعارك، الجيش الوطني الآن تحيط بمنطقة القلب باتجاه ضبوعة، وأيضا من الميسرة من اتجاه السفينة وتبدأ الجبال السباب الحمراء وجبل الضبيب، وكل هذه المناطق التي الآن تدور فيها المعركة في هذه الأثناء، المعركة متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى إلى هذه اللحظة. هنالك عناصر من الميليشيات محاصرة في جهة القلب، وأيضا يعني هنالك بعض العناصر سلمت نفسها، هنالك قتلى يعني بالعشرات وجرحى من أفراد الميليشيات، الانهيار حاصل بشكل كبير في صفوف هذه الميليشيات، التقدم مستمر، المعركة لا زالت على أشدها. قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن إسماعيل زحزوح يعني يقود هذه المعارك أيضا مشاركة قيادة المقاومة الشعب وقيادة الألوية والكتائب التي تشارك في هذه المعركة. نائب رئيس الجمهورية غريب من المعركة يطلع عن كثب، مشرف على سير المعارك. رئيس الجمهورية أيضا من خلال اتصالاته بقائد المنطقة العسكرية السابعة وأيضا بالقيادة العسكرية أو يعني نائب رئيس الجمهورية، المعركة أخي الكريم على أشدها، لن تتوقف المعارك في لحم صنعاء حتى تحقق استكمال سيطرتها وتحرير ما تبقى من مواقع داخل مديرية لحم، ومن ثم التوجه صوب صنعاء. يعني أنت تتحدث الآن أستاذ عبد الله، هذا يعني أن تتواصل المعارك بحيث لا تتوقف إلا بداخل بعد أن تسيطر على كافة المواقع في نيم وتتوجه إلى بقية المديريات في صنعاء، هذا الأمر هو قرار سياسي أقر الآن في استمرار هذه المعارك أم ماذا؟ أخي الكريم، هذا الأمر هو قرار، أولا قرار واقع، نحن اليوم أخي الكريم لم يعد أمامنا من خيار سوى خيار الحل العسكري، لم تبقي لنا الميليشيات أي خيار سلمي آخر نستطيع يعني نحل به الأزمة، نستطيع أن ننقذ به الشعب اليمني من الكارثة التي يعني وصل إليها، نستطيع أن ننقذ به المواطنين داخل الأراضي أو المناطق التي تحتلها هذه الميليشيات وتسيطر عليها ومنها صنعاء، لم يبقي لنا الإنقلابيين خيار لتدارك الوضع الإنساني المتدهور والسيء، لم تبقي لنا خيار أيضا ما وصلت إليه الأمور من كارثة ستحل باليمن وبالشعب اليمني إلا خيار الحل العسكري، أغلقوا كل الأبواب، رفضوا كل الحلول والمقترحات السابقة. طيب أستاذ عبد الله، لم تفضي مفاوضات سابقة بشيء، لم يعد أمامنا إلا خيار الحل العسكري، هو الخيار الوحيد والأمثل الذي نحجم به الدماء، نستطيع أن ننقذ اليمن المشرف على الهاوية الاقتصادية والإنسانية والوضع الكارثي، لم يكن هنالك أمامنا من خيار إلا خيار الحسم العسكري، فألجأتنا إلى هذا الخيار الضرورة وهذه الميليشيات، وبات اليوم قرار الدولة متمثلا في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وقيادة القوات المسلحة. طيب أستاذ عبد الله، يعني لم يكن أمام الجميع من خيار إلا خيار الحل العسكري. طيب الآن هل أصبح الوصول إلى مركز المديرية أسهل بعد هذه التقدمات؟ ما أهمية المواقع التي تم السيطرة عليها بالفعل؟ مركز المديرية بات في حكم المسيطر عليه، و يعني مناطق أخرى باتت في حكم المسيطر عليها، مناطق أيضا ومواقع هامة تم السيطرة عليها اليوم، أكثر من 8 إلى 10 مواقع تمت السيطرة عليها اليوم، المعركة لا زالت مستمرة، التقدم مستمر، أيضا الميليشيات في تراجع وانهيار كبير، نحن لدينا معلومات من الداخل أن كثير من المديريات داخل المديريات الأخرى لم تستطع أن تستجيب لنداءات الاستغاثة
الميليشيات الحوثي التي تجمع الناس، هنالك قيادات الحرس الجمهوري وبعض الوحدات الاخرى رفضت الاستجابه لنداءات الميليشيات للتوجه صوب نهم. هنالك ايضا افراد من العسكريين السابقين رفضوا التوجه الى نهم. هنالك انهيار حاصل كبير في صفوف هذه الميليشيات في مقابل معنويات مرتفعه وتقدم كبير لقوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. لن يعني يكون امام هذه يعني المعنويات المرتفعه لدى الابطال في الميدان الا النصر باذن الله والتقدم. لن تكون هنالك اي معيقات ستعيد تقدم الجيش مهما كانت من يعني طبيعه ديموغرافيه للمواقع والارض التي هي وعره والغام او غيرها. سيتم التقدم باذن الله، لن تتوقف العمليات العسكريه حتى ننقذ شعبنا ويمننا الحبيب من كارثه هذه الميليشيات. نعم. اذا شكرا لك الناطق الرسمي لمقاومه ازال الاستاذ عبد الله الشندقي، كنت معنا عبر الهاتف. ينضم لنا الان مشاهدينا الكرام من الدوحه المحلل السياسي الاستاذ جمال المليكي. اهلا بك استاذ جمال. استاذ جمال. الو. اهلا بك استاذ جمال، مرحبا بك في زوايا الحدث، تسمعني استاذ جمال؟ معك اسمعك، اهلا بك بالمشاهدين الكرام. اهلا بك استاذ جمال. يعني هناك اسابيع هدات فيها جبهه نهم، او على الاقل لم تكن في اولويات الاعلام ولم نسمع بشكل كبير على المواجهات هناك. الان هناك حديث عن تقدم عسكري جديد، ما اهميه هذا التقدم برايك؟ انا باعتقادي انه ياتي في لحظه نحن احوج ما نكون الى ان يتم دعني أقول مواصلة التغيير الحقيقي في أرض الواقع العسكري الذي ربما سينعكس على أي دعني أقول ضغوطات سياسية آتية ربما من الخارج بسبب الرغبة في بدء المفاوضات أو الرغبة في استعادة التفاوض بين الانقلابيين وبين الحكومة الشرعية. وبالتالي نحن نحتاج قبل أن تبدأ أي جولة تفاوضية إلى تقدم عسكري نوعي بحيث يصبح شروط التفاوض لدى الشرعية أقوى بكثير مما كانت عليه ربما في جولات تفاوضية سابقة. طيب، لكن من الملاحظ أستاذ جمال أنه طوال مرحلة الحرب عندما يسود جمود يسود أيضا على المسارين العسكري والسياسي، الآن يعودان للتحرك معا، هل هذا يؤكد أن الأمر فقط عبارة عن أوراق سياسية؟ يعني التحرك العسكري أصبح كورقة سياسية؟ لا أعتقد ذلك، لأنه لاحظنا في الفترة السابقة أن هناك تقدم عسكري على أكثر من محور في ظل وقوف للحل السياسي أو للإيقاع التفاوضي. وبالتالي أعتقد أنه نحن نتحدث ربما في فترة سابقة كنا ننتقد الأداء العسكري على الأرض، لكن ربما بعد توقف التفاوض حتى هذه اللحظة هناك تقدم عسكري حقيقي في أكثر من محور، وهذا حتى في جبهة نهم في جبهة نهم. هناك أنا من خلال متابعتي ربما شبه اليومية من خلال مصادر على الأرض، هناك إجحاف إعلامي في حق جبهة نهم. عندما نسوي على سبيل المثال، وهناك أصوات إعلامية كثيرة تقول على سبيل المثال أن عدن تحررت كذا يوم والمخا تحرر، هناك فرق له علاقة بالجغرافيا. الجبال نهم وطريقة المواجهات والتكتيكات العسكرية التي يفرضها الواقع الجغرافي هناك مختلفة كليا عن أي معركة في الساحل أو حتى عن معركة تحرير عدن. وبالتالي نحن أمام معركة مختلفة. صحيح في البدايات كان ربما هناك سوء إدارة، لكن هناك أيضا سبب جوهري في تأخر هذه الجبهة بسبب الواقع الجغرافي وبسبب الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي على مساحات طويلة جدا في هذه الجبال. وبالتالي الجيش الموالي للشرعية والمقاومة يجد نفسه أمام صعوبات عسكرية. لمسنا ذلك من خلال المتابعة على يعني بشكل شخصي، أتابع شبه يوميا إيقاع المعارك هناك. وبالتالي هذا ربما هناك سبب آخر غير السبب أنه قلنا في البداية أنه كان هناك سوء إدارة. هناك سبب آخر له علاقة بعدم تعريف العالم وعدم تعريف الداخل والخارج بطبيعة الجغرافيا التي يعاني منها الجيش في تلك المناطق.
طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ جمال. ينضم إلينا الآن من مأرب رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بكم، مرحبا سيادة اللواء. عندما نتحدث عن تقدم أحرزته قوات الجيش والمقاومة في جبهة نيم خلال يومين الماضيين، هناك مواقع تقدم فيها الجيش، ما هي الأهمية المكتسبة من هذا التقدم؟ التقدم إلى الأمام، الأهمية المكتسبة من هذا التقدم هي التقدم نفسه، يعني أن تنجز قوات الجيش الوطني السيطرة على مساحات جغرافية في اتجاه الغرب، فهذا عمل جيد وعظيم أي كانت هذه المساحة، ما بالك أنها قد سيطرت على مرتفعات ومناطق حاكمة في نهم، استكملت سيطرة على دوة وجبل حنة والشعف ومناطق أخرى وتتجه للأمام. يعني الأهم من هذا كله يعني أن المعركة بدت من يومها الأول وتاليه معركة جادة يعني وتتجه إلى الأمام ولا تقبل العودة للخلف، يعني هذا ما علمناه ونعلمه على الأقل حتى هذه اللحظة. وطبعا نتمنى أن تضطر قيادة الجيش الوطني إلى التوقف بدوافع سياسية، أو وإن أردنا الدقة يعني نتمنى أن لا يخذل الجيش الوطني بأوامر توقفه عن الزحف في اتجاه السيطرة على العاصمة، لأنه طبعا في مثل هذه الحالات لا يملك إلا التنفيذ، هو مؤسسة وطنية دفاعية تنصاع للقيادة الشعبية. الجيش الوطني ينتصر على قاب قوسين وأدنى من تحقيق النصر الكامل إن شاء الله، والطريق واضحة والأهداف واضحة والمبررات واضحة وواضحة جدا وشرعية ودستورية وقانونية ووطنية وإنسانية، لأن ما حدث في التجارب الماضية من نجاح الانقلابيين منقطع النظير في إفشال كل محاولة السلام يجعل الجيش الوطني أمام خيار وحيد، يعني لا ثانية له وهو الحسم العسكري، لأن كل محاولة السلام قد باءت بالفشل أو أفشلها بتعبير أصح الانقلابيون. طيب عندما حدث هذا التقدم خلال اليومين الماضيين سيادة اللواء، وأنت تحدثت كثيرا على أن الجيش الوطني جاهز وينتظر القرار السياسي بالمضي نحو صنعاء، هذا القرار أو هذا التقدم هل يعني يترافق مع إرادة سياسية للمضي في العمل العسكري كما يتوفر لكم من معلومات إلى نهايته، أم أنه فقط مجرد مناورة مرحلية فقط؟ أرى من الصعب الإجابة على مثل هذا السؤال، أنا أريد أن أؤكد لك أن أي عملية عسكرية تتم في ضوء خطة عسكرية شاملة وبإشراف من القيادة الميدانية المباشرة للجيش الوطني، قيادة الجيش الوطني في الميدان رئاسة العرب، وعلى عين القيادة السياسية والعسكرية ممثلة في الرئيس ونائبه، بمعنى أنه ليس هناك أعمال فردية أو تتم بناء على قرارات فردية هنا. مسألة أنها مناورة لكسب سياسي أنا لا أتصور هذا مطلقا، يعني الرئيس في خطابه نحن نتحدث في ضوء ما قاله رئيس الجمهورية القائد على قوة المسلحة أن المعركة لم تقف إلا باستعادة الدولة وغير هذا فليسأل أولي الأمر. مفهوم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة اللواء. أعود إلى الأستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، يعني هناك تحديث عن معركة حاسمة مقتربة في الحديدة، هناك تقدم عسكري الآن في نهم، هل هذا يعني من وجهة نظرك وتحليلك للمعلومات التي تأتي، أنا أريد هذا التحليل الآن، هل هذا يعني أن الخيار العسكري هو الخيار الجدي في حسم يعني المواجهة مع سلطة الميليشيا أم لا؟ باعتقادي أن الذاكرة القريبة للمجتمع اليمني وللدولة اليمنية في محاولة الحوار مع هؤلاء تصرخ في وجوهنا وتجيب على هذا السؤال إجابة واضحة، أن هؤلاء للأسف الشديد فرضوا على المجتمع الحرب ولن يفهموا إلا لغة الحرب. هذا أصبح بالنسبة لأي عاقل ولكل من يعمل أدنى درجات المنطق أن هذا هو الحل الذي ينفع مع هؤلاء بناء على تجارب واقعية وبناء على ممارساتهم هم
فليس بناء على أي تجني من خصوم سياسيين. هم أثبتوا للمجتمع وأثبتوا للعالم أن منطق الحوار لا ينفع معهم. عزيزي، سيطروا على صنعاء ودخلوا صنعاء بقوة السلاح، وجاءت كل القوى السياسية، وكانت لحظة من أنصع اللحظات من حيث الدلالة على أن هؤلاء لا يمكن أن يفهموا إلا لغة القتال، عندما جاء كل الفصائل السياسية توقع لهم على أن يصبحوا هم في ذلك الاتفاق، اتفاق السلم والشراكة، هم عمليا المتحكمين حتى برئيس الجمهورية، ومع ذلك تمت الموافقة وتم التوقيع، وهم الذين نقضوا بهذا الاتفاق وانتشروا في كامل الجغرافيا اليمنية. إذا أمامنا الكثير من الدلائل، وأنا أضم صوتي إلى صوت العقيد خسروف، أن كل الدلائل وكل المسوغات تعطينا الحق في أن نذهب بهذه المعركة حتى النهاية. للأسف الشديد لسنا دعاة حرب، ولكن المنطق والعقل يفرض علينا ذلك، والمنطق والعقل يقول لنا أن هذه الفئة لن تفهم أي لغة، ولن تقدم مصلحة الوطن، ولن تقدم مصلحة المدنيين. هؤلاء لا يفهمون إلا لغة واحدة هي لغة الحرب. إذن ها هو الإنسان اليمني، ها هو المجتمع اليمني برمته، اضطر لحمل السلاح واضطر إلى القتال اضطرارا فرض عليه من قبل هذه الهمجية، همجية علي عبد الله صالح وهمجية الحوثيين. لم يكن خيارا، وإنما أرغمنا على هذا الخيار وعلى الدعوة إليه وعلى أن ننحاز باتجاهه. طيب، يعني هذا التقدم وما يحدث الآن عسكريا يتزامن مع نوع من التحرك لإسماعيل ولد الشيخ في المنطقة، حديث عن نسخة معدلة من مبادرة أممية مطروحة كأساس للحل. هذا الحراك السياسي كيف يقرأ في سياق ما يجري على الأرض؟ كسؤال أخير لك أستاذ جمال. مشكلتنا مع هذه التحركات من خلال تتبعنا منذ مفاوضات الكويت، وربما ما قبل ذلك مفاوضات في جنيف إلى الكويت إلى ما بعد ذلك، أنه هناك عدم قراءة صحيحة من حيث التكتيك. يعني عندنا قرارات توصف الحالة توصيف حقيقي أن هؤلاء انقلابيين أمام شرعية. هذا التوصيف لا ينعكس على الخطوات الإجرائية التي يقوم بها ولد الشيخ. يعني هناك فجوة ما بين ما تقرره قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة وما بين الخطوات الإجرائية التي يقوم بها ولد الشيخ. ما يقوم به ولد الشيخ لا يتعامل مع جماعة الحوثي ومع ميليشيا علي عبد الله صالح كجماعة انقلابية خارج الشرعية وخارج السلطة وخارج القانون، وإنما يحاول بكل التحركات الإجرائية أن يتعامل معها وكأنها تحمل قدرا من الشرعية تؤهلها لأن يتعامل معها بهذه الصورة. إذا إشكاليتنا في هذا النوع من العمل التفاوضي هي هذه الإشكالية، عدم تعريف الحوثيين وعلي عبد الله صالح بما تعرف به قرارات الأمم المتحدة، وليس حتى بما يعرف به الخصوم السياسيين لهم. إذا هذه الفكرة الأولى. من اللحظة الأولى قلنا لولد الشيخ لا تقع بنفس الفخ الذي وقع به جمال بن عمر، وهو فخ الأطراف المتصارعة. هناك طرف هو الفاعل، هو الذي سلب السلطة، هو الذي انقلب على السلطة، هذا لابد أن يتعامل معه وفقا على هذا المبدأ. أي تعامل خارج هذا المنطق سوف يؤجل الحرب. اليمنيون جربوا كل الحلول. للأسف الشديد نحن لا نريد، لا يعني أصبحنا في منطقة لا نريد أن تؤجل الحرب إلى مرحلة. أي حل جزئي، أي حل ترقيعي لن يحل المشكلة، وإنما سيؤجل الحرب. نريد أن تكون هذه هي الحرب الأخيرة. حتى تكون هذه الحرب الأخيرة لابد أن تكون مقدماتها موضوعية، مقدمات الحل ومقدمات وضع أوزار هذه الحرب لابد أن تكون منطقية تهيئ وتكون مقدمة لمستقبل حقيقي يستوعب فيه الجميع. هذا ما نأخذه من مأخذ على أي تحركات تفاوضية قادمة. لكن باعتقادي أنه إذا ذهبت الشرعية في اتجاه الحسم العسكري واتجاه خطوات أكثر جدية سوف تفرض على المسار التفاوضي أن يغير وجهة نظره وسيصبح الأمر مختلف. إذن أشكرك جمال المليك المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، وأعود إلى سيادة اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي. سيادة اللواء، يعني البعض يقول أن الخيار العسكري خيار متراجع، أن ما يجري الآن هو تلويح فقط بهذا الخيار، وهو أداة للضغط على الميليشيات. هذا الأمر يعني حتى تقدم تنازلات في الملفات السياسية، ما هو تعليقكم أنتم على هكذا حديث؟ أنا بس يعني لا أريد أن أوضح الواضح. تفضل. الواضح جدا يعني من خلال الخطاب السياسي للدولة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي أن السلام هو الخيار رقم واحد.
وأن الحرب هي الخيار الثاني المفروض على الدولة الشرعية وليس الاختيار يعني. هو يعني بديل مرفوض في البداية، ولكن من وضعنا أمام التعامل مع هذا الخيار كخيار أوحد هم الانقلابيون. السلام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون يعني مرفوضا، ولا يمكن أن تكون الحرب هي المطلوبة، مش بس عند في الدولة الشرعية، على مستوى القوى السياسية في المجتمع المدني هناك قوى سياسية الآن تطالب بقوة بإيقاف الحرب، ولكن على أي أساس إيقاف الحرب؟ على أي أساس؟ الجميع تقريبا يجمع على أن مرجعية السلام الثلاث المتفق عليها، مرجعية الحوار وهي القرار 2216 مخرجات الحوار الوطني، القرار المبادرة الخليجية قبل هذه هي الثلاثة المرجعيات الرئيسية، ويعني قد لا يتفق أحد يعني بعض القوى السياسية مع القرار 2216 أو مع المبادرة الخليجية، ولكن مخرجات الحوار الوطني يكاد يجمع عليها، بل يجمع عليها تجمع عليها كل القوى السياسية. أين سنذهب منها؟ أين سنذهب من تلك المخرجات الرائعة التي كادت أن تخرج اليمن من عنق الزجاجة إلى فسحة العمل السياسي المدني القانوني الدستوري يعني. فمسألة أنها مجرد مناورة أو محاولة لكسب الوقت، أنا أشك في صحة مثل هذا الرأي أي كان الذي ذهب إليه. فالموقف الرسمي السياسي للدولة الشرعية هو إما أو، إما سلام مبني على مرجعيات صحيحة تؤدي إلى سلام حقيقي، يعني حوار يؤدي إلى سلام حقيقي، سلام اجتماعي، تعايش، امتتاح على الآخر، أو استعادة الدولة بالطريقة التي تجري الآن في الميدان. طيب يعني بسؤال أخير سيادة اللواء، كانت في الفترة الماضية هناك بعض من يتحدث على أن بعض القرارات السياسية أثرت في إضعاف قدرة أو ثقة القوات العسكرية بهذه القيادة السياسية، وأنا أتحدث عن مراحل سابقة تسبق دخول الحوثيين إلى صنعاء أو دخول الميليشيات إلى صنعاء. ما هي هذه القرارات يعني؟ الآن إلى أي مدى سيكون عمل من هذا النوع بحيث أن تكون استخدام الورقة العسكرية في الرصيد السياسي والعمل السياسي سيكون مكلفة من هذه الناحية من وجهة من يعني كما تراه أنت؟ أنت تحدثت عن قرارات أضعفت الموقف العسكري، أنا أريد نموذج من هذه القرارات مثلا يعني كان هناك حديث على أن تسليم المعسكرات لميليشيات الحوثي بشكل أو بآخر قبل دخول صنعاء في بعض الأماكن أثر في ثقة القيادة يعني أفراد الجيش في القوات في القيادة السياسية. تصدق أنني كنت أعرف أن هذا أنك ستقول هذا الكلام، ولهذا أنا حيث عليه، وأنا أسألك من سلم هذه المعسكرات؟ هل سلمها الرئيس عبد ربه منصور هادي؟ هل تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي قيادة الجيش فعلا؟ هل كان في موقع هل كان في وضع أو واقع يمكنه من إصدار قرارات تحدث التغيير المطلوب؟ الرئيس عبد ربه منصور هادي تسلم كما قال هو أكثر مرة العلم، ليس أكثر، الدولة العميقة هي التي كانت تحكم الواقع السياسي والاجتماعي. حينما هاجم الانقلابيون صنعاء كانت مقر الفرقة ومناطق عسكرية أخرى تقصف من جبل عيبان ومن نقم ومن الجميمة في بني حشيش ومن بيت عذران في المطل على صنعاء، من مواقع عسكرية وحدات عسكرية ظننا أنها ومن القوة عسكرية القوة الخاصة، وساهم في هذا الاقتحام جنود مقاتلون من الحرس الجمهوري بزي ميليشياوي، كنا نظن أن هذه المعسكرات قد صارت تحت سيطرة الرئيس عبد ربه المنصور هادي، ولكن حينما جاء ذلك اليوم المشؤوم 21 سبتمبر اكتشفنا أنها جميعا تقاتل في صف الانقلابيين بتوجيهات من علي عبد الله صالح، وأن ولاء قادتها وضباطها وصف ضباطها الفاعلون للرئيس السابق علي عبد الله صالح، لأحمد علي عبد الله صالح، وهذا ما حدث. حتى على مستوى بعض التشكيلات الحماية الرئاسية داخل دار الرئاسة انقلبوا على الرئيس وصاروا يقاتلون زملائهم من التشكيلات أو من السرايا
أو التي تدين بالولاء للشرعية. نعم. وهذا ما حدث، حتى اقتحموا منزل الرئيس عبد الرب المنصور هادي. ليس هناك قرار أضعف الشرعية، هناك مواقف وخيف وما تؤدى إلى ما صرنا عليها الآن. نعم سيادة اللواء، إذا أشكرك لواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل كمال حيدر منتج البرنامج، كما هي من الطاقم الفني. إلى اللقاء.